في عز أزمة كوفيد كان تحول هذه المؤسسة من استيراد الكواشف الخاصة بالتحاليل الطبية إلى أحد أكبر منتجي ومموني السوق المحلية بهذه المادة. وزارة الصناعة الصيدلانية، وزارة الصحة كذلك، لي زوتوريتي لوكال اللي عاونونا باش تحصلنا على يعني الترخيصات اللي سمحوا لنا باش نخدموا هذا المنتوجات هذو، اللي ساهموا بطريقة كبيرة في لا لوت كونتر لا بروباغاسيون دو لا كوفيد 19. ولكن هذا المنتوجات يعني كانوا متعلقين بالخصوص بالكوفيد، لكن حنايا في الحقيقه ما نخدموش المنتوجات فقط اللي متخصصه بالكوفيد، ولكن نخدموا منتوجات اللي سون نيسيسير يوميا مطلوبه على مستوى المخابر. وبكوادر شابة استطاعت هذه المؤسسة تحمل المسؤولية وإنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية في وقت كثر الطلب على هذه الكواشف الخاصة بالتحاليل الطبية. نصنع حسب معايير ومقاييس دولية منتوجات متعددة، منها لرياكتيف ديماتولوجي دو بيوشيمي سيرولوجي لاتكس لو غروباج سانغان اي لي تيست رابيد سو فورم دو موندلات اي كاسات. نخدمو سولون لي نورم انترناسيونال، هذا باش نضمنوا جوده المنتوج تاعنا. نخدموا سولون لي فارماكوبي ا لا فارماكوبي اوروبيان لي نورم ايزو و لي اس اي اش. بفضل الطاقه الشبانيه الهائله تاع المجمع، يعني شباب كلهم طموحين ورفعوا التحدي ورفعوا سقف الطموح عاليا، واليوم الحمد لله يعني قدرنا نلبيو طلبات السوق الجزائريه في صناعه الكواشف الطبيه. ومن هنا تأتي استراتيجية الحكومة لتشجيع الانتاج الوطني لتلبية السوق المحلية. رانا ناخذ في تدابير باش نسهل الأمور للمستثمرين، وحنا رانا رايحين نرافقوهم ونرافقوا جميع المستثمرين باش نخلي وفرة الأدوية في الجزائر ويكون المواطن مرتاح. وعن نقص بعض الأدوية في السوق المحلية أكد وزير صناعة الصيدلانية. نحاول نغطي السوق بالأخص في الأدوية للأمراض المزمنة كمرضى السرطان، مرضى السكري، مرضى الدم، هذو كلهم يعني رانا قايمين برنامج، والحمد لله اليوم تشوفوا الأمور تحسنت. إذن تشجيع وتسهيل الإجراءات لمثل هذه الاستثمارات ضروري لإنعاش الإنتاج الوطني في هذا المجال.